فلسطين القدس العربية. طبعاً فلسطين كان لها مشاركة مختلفة جداً في هذا اللقاء. التغيرات المناخية بتثقل أكثر على الطفل الفلسطيني بجانب طبعاً الصراع. إيه بقى وجهة نظرك؟ الطفل الفلسطيني مثله مثل أي طفل في العالم بيتأثر بتغيير المناخ، فمثلاً مع تغيير درجات الحرارة العالية بنلاقي أن الطفل عموماً بيقدرش أنه يتكيف مع الحياة البيئية وأنه يمارس حياته الطبيعية. وأيضا مع وجود نقص الغذاء والمجاعات الطفل بيلاقيش البيئة المناسبة إنه يمارس حياته الطبيعية.